ونادى حورس محمد أنور السادات. فدخل رجل متوسط القامة رشيق القد عميق السمرة، مضى في سيره حتى مثل أمام العرش، ودعاه زوريس للكلام فقال: ولدت في قرية ميت أبو الكوم، ونشأت في أسرة فقيرة، ووجدت عناء لا يستهان به كي أستمر في الدراسة، وقد تشبعت بروح الوطنية منذ صغري، وشاركت في المظاهرات الوفدية، ثم أمكنني الالتحاق بالكلية الحربية التي فتحت أبوابها لأمثالي من أبناء الشعب بعد معاهدة 36. ومنذ تخرجي هالني وضع الجيش تحت سلطة البعثة العسكرية الإنجليزية، وخامرتني أفكار الدعوة لثورة مسلحة ضد الإنجليز، فأنشأت أول تنظيم سري في الجيش عام 39. وقد اتصلت بالإخوان المسلمين وأعجبت بنشاطهم، كما حاولت أثناء الحرب الاتصال بالألمان، وعقدت العزم على اغتيال المتعاونين مع الإنجليز من المصريين، وقد قبض علي نتيجة لذلك وحكمت، ولكني نلت البراءة، بل ورجعت إلى خدمة الجيش. وفي ذلك الوقت اتصل بي جمال عبد الناصر وضمني إلى تنظيمه، وقامت الثورة في يوليو 52. وتتابعت الأحداث حتى وافى الأجل جمال عبد الناصر، فخلفته في منصبه في ظرف بالغ الدقة. وكنت على علم بالسلبيات التي نخرت في عظام عهد عبد الناصر، فتوثبت لإحداث ثورة جديدة تنقذ البلاد من الموت، من الموت الذي تتردى فيه. قضيت على مراكز القوى، واتجهت على مهل اللحظة الأمان نحو الأمان وسيادة القانون والديمقراطية. وفي السادس من أكتوبر عام 1973 فاجأت العدو المحتل، بل فاجأت العالم بهجوم لم يتوقعه أحد، وحققت انتصارا أنقذ الروح العربية من القنوط كما انتشل الشرف من الهوان. ثم تسنمت بمغامرة أخرى باقتحام بلد الأعداء، داعية إلى تصفية الموقف بالكلمة لا بالسلاح. وانتهى سعي الطويل إلى معاهدة كامب ديفيد، وناديت بالانفتاح لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وتقدمت في الديمقراطية خطوات جديدة، ولكن اعترضتني عقبات غيرت من حساباتي. فقد انحرفت المعارضة، وهب التيار الديني يهدد البلاد بالعنف، فوقفت من الجميع موقفا حازما لا مفر منه. ولكن الأمور انتهت باغتيالي في ذكرى اليوم الذي حققت فيه لوطني عزة النصر. وتكلم الملك أخناتون فقال: أحييك كداعية من دعاة السلام، ولا أدهش لاتهام خصومك لك بالخيانة، فقد تلقيت منهم نفس التهمة لذات السبب. فقال تحتمس الثالث: يذكرني انتصارك بانتصار رمسيس الثاني الذي كلل بمعاهدة سلام والزواج من ابنة ملك الحيثيين، هكذا كلل. فقال رمسيس الثاني رمسيس العظيم: الحاكم مسؤول أولا عن حياة شعبه، ومن هذا المنطلق يقوم على الحرب أو يجنح إلى السلام. فقال أنور السادات: وقد آمنت بصدق بعقم الاستمرار في الحرب. وقال الملك أمنحتب الثالث: ما أشبهك بي أيها الرئيس في حب الرفاهية لشعبك ولنفسك، كلانا عشق الأبهة والنعيم والعظمة والقصور، غير أن زماني سمح لي بأن أنهل من النعيم بلا كدر، أما زمانك فأذاقك الحلو والمر. دعني أعرب لك عن حبي وعطفي. وقال الملك حورم حب: توليت الحكم في ظروف تشبه في بعض مناحيها الظروف التي تحدثني أول حكمي عقب وفاة الملك العجوز آي، وأعترف بأنك قمت بأعمال جليلة ووجهت ضربات صادقة، ولكنك تهاونت في معاقبة الفساد والمفسدين حتى أوشكوا أن يحيلوا انتصاراتك إلى هزائم. فقال أنور السادات: شغلت بتشجيع العاملين عن الضرب على أيدي المفسدين. فقال حور محب:
لا قيام لدولة إلا على الانضباط والأخلاق. وسأله جمال عبد الناصر: كيف هان عليك أن تقف من ذكرايا ذلك الموقف الغادر؟ فقال أنور السادات: اتخذت ذلك الموقف مضطرا، إذ قامت سياستي في جوهرها على تصحيح الأخطاء التي ورثتها عن عهدك، ولكني عهدتك راضيا ومشجعا وصديقا. من الظلم أن يحاسب إنسان على موقف اتخذه في زمن رعب أسود خاف فيه لابد ابنه والأخ أخاه. وما النصر الذي أحرزته إلا ثمرة استعداد الطويل له. فقال أنور السادات: ما كان لمنهزم مثلك أن يحقق انتصارا، ولكني أرجعت للشعب حريته وكرامته، ثم قدته إلى نصر أكيد، ثم نزلت عن كل شيء في سبيل سلام مهين، فطعنت وحدة العرب طعنة قاتلة وقضيت على مصر بالانعزال والغربة. فقال أنور السادات: لقد ورثت عنك وطنا يترنح على هاوية الفناء، ولم يمدد لي العرب يدعون يد عون صادقة، ووضح لي أنهم لا يرغبون في موتنا كما لا يرغبون في قوتنا كي نظل راكعين تحت رحمتهم، فلم أتردد في اتخاذ قراري، واستبدلت بعملاق طالما ساندنا عملاقا طالما ناصبنا العداء. اتجهت إلى العملاق الذي بيده الحل، وصدقت الحوادث ظنوني، واندلقت في الانفتاح حتى أغرقت البلاد في موجة غلاء وفساد. وبقدر ما كان عهدي أمانا للفقراء كان عهدك أمانا للأغنياء واللصوص. فقال أنور السادات: لقد عملت الخير لمصر، لقد عملت لخير مصر، فوثب الانتهازيون من وراء ظهري. وتكلم مصطفى النحاس فقال: حاولت اغتيالي وكدت تنجح لولا العناية الإلهية، ثم فقدت حياتك نتيجة للاغتيال، ترى ألا زلت تؤمن به؟ فقال أنور السادات: نحتاج لأضعاف عمرنا كي نتعلم الحكمة. فقال مصطفى النحاس: وسمعت عن دعوتك إلى الديمقراطية فدهشت، ثم تبين لي أنك تريد حكما ديمقراطيا تمارس على رأسه سلطاتك الدكتاتورية. أردت ديمقراطية ترعى للقرية آدابها وللأبوة حقوقها، هذا ما أردت، هذه ديمقراطية قبلية. فقال سعد زغلول: هذا حق، ولكن الديمقراطية الحقيقية تؤخذ ولا تمنح، فلا تغالي في لومه. وقال مصطفى النحاس: واشتدت الضائقة بالناس، وحدث ما يحدث عادة في مثل تلك الظروف من أعراض الفتن والتطرف، فتركت الأمور تستفحل كأنك لا تبالي، ثم انفجرت بغتة فألقيت بالجميع في السجون، فأغضبت المسلمين والمسيحيين والمتطرفين والمعتدلين، وانتهى الأمر بمأساة المنصة. فقال أنور السادات: وجدت أنه لا مفر من ضربة حاسمة اتقاء لفوضى توشك أن تجر البلاد إلى حرب أهلية. فقال سعد زغلول: عندما يغتصب الحاكم حقوق شعبه يخلق منه خصما، وعند ذاك تهدر قوة البلاد الأساسية في صراع داخلي بدلا من أن توجه للعمل الصالح. وهنا قالت إيزيس: بفضل هذا الابن ردت الروح إلى الوطن، واستردت مصر استقلالها الكامل كما كان قبل الغزو الفارسي. وقد أخطأ كما أخطأ سواه، وأصاب أفضل مما أصاب كثيرون. فقال أوزوريس: أرحب بك بين الخالدين من أبناء مصر، وسوف تمضي بعد ذلك إلى محكمتك الأخرى مؤيدا بتزكية مشرفة منا.